مفاوضات بقى الزمالك تمت ازاي؟ يعني ايه القوانين بتاعها؟ هي قبل الزمالك كان مفاوضات الاهلي، مفاوضات الاهلي ابتدت كلمني، كان وقتها الكابتن حسام البدري مدير فني للنادي الاهلي، وكان رزاق تحت السن، في وقتها كان رزاق مواليد 98، فكان العمر ده تحت السن ولسه ليه مرحلتين سنيتين. حلو. فكلمني الكابتن احمد ايوب وقال لي ان الكابتن حسام معجب جدا برزاق بعد اظن 3 أو 4 ماتشات رزاق لعبهم في الدوري. يعني ده بعد، يعني هو كان كاين في يناير، اه بعد يعني خلال فتره يناير ما لعب اول 3 أو 4 ماتشات. لا يعني على شهر 3، على شهر 3. تمام. الاهلي طلب، اه كابتن احمد ايوب كلمني وقال ان الكابتن حسام شايف ان رزاق هيبقى حاجه كويسه ويفيدنا في النادي الاهلي. بدا الكلام من النادي الاهلي، برضو كلمني اعتقد ساعتها الدكتور عصام سراج، وكان معاه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، وسافرنا اسوان انا وهو، وقعدنا مع رزاق وعملنا كل الاتفاقات ووقع. حلو. ايه اللي حصل بقى؟ ما كانش حصل بقى، كان رزاق في الاساس كان المفروض ان هو جاي من نادي اف سي مونا اعاره. حلو. مع خيار الشراء. تمام. فهو يعني كان وقتها طبعا كان خيار الشراء 100,000 دولار ونادي اسوان، ف يعني حصلت حاجه في الكواليس ساعتها، والنادي الاهلي توقف وتوجهوا للعيب تاني. طب اللي هو الكواليس، يعني هو نادي اسوان مثلا كان طالب رقم معين من الاهلي؟ الاهلي لا 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 لا، هي ما وصلتش لمرحله الارقام، يعني مش متاكد لو مش متذكر ان الكابتن حسام بدري مشي. تمام. وجي مدير فني اجنبي، فخلاص بقى الكابتن حسام هو اللي وقتها كان عايز، فالموضوع خلاص انتهى بالنسبه للاهلي. انتهى وابتدى الموضوع مع النادي الزمالك. كان وقتها انا بشتغل انا والكابتن نبيل ابو زيد شريكي، كلمني قال لي المستشار مرتضى عايزنا، رحنا له وقعدنا معاه، والراجل بصراحه يعني الموضوع ما خدش اكتر من 10 دقايق. دي رزاق الزمالك. اه الناس اتكلمت كتير ان رزاق ما كانش مبسوط داخل نادي الزمالك، وكان بيلعب تقريبا في ماتشات كان بيلعب باك شمال، صح كده؟ كان الناس بتقول ان هو مش مبسوط، ان هو متغير مركزه وهو عايز يمشي. بعدها على طول طلع عار. هو رزاق سيزيه ما اتصبرش عليه في نادي الزمالك، يعني ما خدش عامة اي لعيب اجنبي عشان يلعب في الاهلي والزمالك بيحتاج وقت. تمام. بيحتاج يتصبر عليه من الجمهور ومن يعني من كل الاجواء اللي حواليه. بس هو المفروض يعني كلاعب لعب في اجواء الدوري المصري مش كاي جديد. اللعب في اسوان، طريقة اللعب في اسوان مختلفة عن طريقة اللعب في نادي الزمالك. تمام. نادي اسوان هو دايما تحت الكورة. حلو. نادي الزمالك دايما هو بيهاجم الفرق. بيهاجم الفرق. فالفرق واقفة وبتدافع متكتلة. تمام. عكس اللعب في اسوان. تمام. طيب راح نادي الاتحاد. هل بقى وصل له عروض بعد تألقه في نادي الاتحاد؟ وصل له عرض سعودي. ووصل لنادي الزمالك بـ1,000,000 دولار، بس كان ساعتها بيع ولا إعارة؟ إعارة سنة. إعارة سنة بـ1,000,000 دولار. طب الزمالك موافقش ليه ان هو إيه؟ نادي الزمالك وافق، بس كان اوريدي رزاق في نادي الاتحاد إعارة سنة، فكان لازم موافقة نادي الاتحاد وموافقة الزمالك. فالزمالك موافق، بس كان لازم الاتحاد يوافق. لازم الاتحاد يوافق. فالاتحاد رفض. الاتحاد وقتها كان الموقف مش يعني ما كانش صعب، بس كان الحاج محمد مصطحي يعني رزاق كان وقتها في البيك بتاعه مع نادي الاتحاد، فرفض ان هو يتنازل عنه. تمام. اول سيزون بعد التألق بتاعه خلاص الناس قالت هيرجع نادي الزمالك، شفنا برضه ان تم تجديد الاعاره. لا، رزاق اتصاب في فتره الاعداد. تمام. هي دي اللي اخرت رجوعه. كان مع الزمالك ولا ما كان مع الزمالك؟ رجع الزمالك بيبدا فتره الاعداد اتصاب، فالمدرب الاجنبي ما كانش يعرفه، قال لهم طلعوا اعاره تاني، فالاتحاد عارف رجعه تاني. بعد العرض ده نادي الاتحاد خلاص رفض. بعد اول سيزون رزاق السي رجع نادي الزمالك، ايه اللي حصل اللي خلاه ما يكملش في نادي الزمالك؟ ما انا قلت لك يا حامد، يعني دايما نادي الزمالك والنادي الاهلي الجمهور ما بيصبرش على اللعيب. تمام. الجمهور عايز النهارده اللعيب يجي يلعب النهارده. حلو. يبقى نجم الفرقه. بس هو خلاص كان في الاتحاد اخد على الاجواء، وكان يعني هو كان في اعلى فورمه ليه في الاتحاد. مع الاتحاد وصل معاهم اعتقد دور الثمانيه في البطوله العربيه. بالظبط. وعمل معاهم حاجات. المفروض بقى كان جماهير الزمالك مستنيه ان خلاص رزاق يلعب في نادي الزمالك وهيكسر الدنيا. ايه اللي حصل بقى؟ رجع نادي الزمالك من اعاره، ايه اللي حصل؟ اتصاب، فالاصابه هي اللي عطلته. الاصابه اللي عطلته. اه انا شايف رزاق يعني من احسن اللعيبه الاجانب اللي دخلت الدوري المصري. حلو. هو لعيب عنده امكانيات كبيره، بس هو في الاخر زي ما قلت لك التوفيق
ده لازم مهم جدا. تمام، هو رجع الزمالك اتصاب فالزمالك قرر اعارته. طب هل في عروض تانيه جات له، ولا هو فضل رزاق نفسه انه يروح الاتحاد؟ لا، هو رزاق بتربطه علاقه قويه جدا جدا بالحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد وجمهور اسكندريه عامه. حلو، فهو فضل ان هو يرجع نادي الاسكندريه مره تانيه. طيب بعد كده المفروض رزاق خلاص هيقولوا ان هو رجع نادي الزمالك بقى ملك الزمالك، فجاه لقينا المشكله قال لك لا ده هو عقد ما توثقش، فجاه لقيناه في البنك الاهلي. القصه دي ايه بالظبط بقى؟ هي القصه ان هو كان رزاق لما بيطلع الاتحاد السكندري كان سياده المستشار مرتضى بيطلب ان رزاق يجدد سنه اضافيه بدل السنه اللي هيطلعها. حلو، الاتحاد ده مقابل ده. فكان فعلا يعني رزاق ما كانش بقى عنده مشكله، لان هو برضه في الاخر اسمه مربوط بنادي الزمالك وده اكبر نادي في افريقيا. تمام، ففي السنه دي اتحاد الكوره طلع قرار بتغيير العقود ونادي الزمالك ما وثقش العقد بتاع رزاق اللي هو كان موقعه قبل ما يطلع السنه بتاع الاعاره بتاع نادي الاتحاد. حلو، فبالتالي يبقى الوضع على ما هو عليه، العقد القديم بتاع رزاق فكان باقي فيه سنه فانتهت. يعني هو الزمالك المفروض كان كل فتره بيجي يطلع في رزاق طلع كم مره الاتحاد؟ مرتين. كان اول مره يوقع ياخد مكان الاعاره السنه بيوقع مع الزمالك سنه اضافي سنه. حلو، تاني سنه دي الزمالك برضه وقع معاه بس الاتحاد غير العقود. اتحاد الكوره غير العقود. حلو، فكده دلوقتي بقى العقد اللي مع الزمالك كان في اتحاد الكوره بيخسر الانديه بمده زمنيه معينه، لو ما وثقتش العقود خلاص. خلاص كده العقد لغى. طيب فكده الزمالك ما وثقش العقد ده. بس برضه يعني عشان برضه انا موضوع البنك الاهلي انا ما كنتش فيه. لكن اللي عرفته ان نادي البنك الاهلي عن طريق كابتن امير مرتضى مشرف على الكوره اتفق مع البنك الاهلي بالتراضي، ونادي الزمالك اعتقد خد 4 مليون جنيه. الزمالك خد 4 مليون في انتقال سيسير للبنك البنك الاهلي.